أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أحبائي وأعزائي المشاهدين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن الله تعالى في كتابه الكريم ومن خلال الآيات النورانية الملكوتية يريد لنا حياة سعيدة، ويريد لوجهات نظرنا أن تستقيم، ولعقولنا أن تبقى، ولوعينا وفهمنا وقلبنا أن يكون فيها الرشد، ويكون فيها الهداية، ويكون فيها الصراط المستقيم. الآية القرآنية المباركة في سورة البقرة، الآية 124 من هذه السورة، تشير إلى درس عظيم من الدروس البالغة الأهمية، وهذا الدرس هو درس الابتلاء، ضرورة الابتلاء، فلسفة الابتلاء، أهمية الابتلاء، وارتباط سعادة الإنسان بمفهوم الابتلاء. هذه الآية الكريمة نتلوها على مسامعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. أحبائي، التفتوا أن الآية تحكي قصة إبراهيم، وهو النبي الله العظيم من الأنبياء أولي العزم. عندما يؤكد الله في هذه الآية بأن النبي إبراهيم عليه السلام أنعم عليه وبلغ تلك المقامات العظمى، وأهمها وأرقاها منزلة الإمامة، بسبب الامتحان والابتلاء ونجاح إبراهيم في هذه الابتلاءات. وأنتم تعلمون أيها المشاهدون كم ابتلي هذا النبي بالبلاءات العظيمة. هذه البلاءات واضحة، وقصص إبراهيم معروفة، لا يوجد لدينا الوقت لخوضها. النبي إبراهيم عليه السلام وفق للإمامة، ووفق ليكون يجعله الله خليفة وإماما للمؤمنين، بسبب هذه الامتحانات، وبسبب فوز إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام في هذه الابتلاءات. وانتبهوا أن الإنسان لا ينعم بنعمة إلا إذا خرج من ابتلاء بنجاح. النبي إبراهيم في هذه الآية يطلب الإمامة لذريته، ولكن الآية الكريمة تؤكد أن لا عهد للظالم، أي لا تأتي الإمامة إلا إلى الذين هم واجهوا الظلمة في أنفسهم وفي مجتمعهم. لذلك الإمامة في هذه الآية، وهي من أعظم النعم، وهي الصراط المستقيم في الحقيقة، هذه الإمامة العظمى تأتي عندما يصبح الإنسان ناجحا في تجاوز المحن والابتلاءات. فأين تريدون السعادة بدون البلاء؟ البلاء والامتحان والابتلاء وسيلة إلى أعظم النعم الإلهية وإلى أرقاها، وهي الإمامة، فما بالكم بغيرها من النعم الصغيرة في الدنيا. فالابتلاء والنجاح فيه ممر ومعبر إلى هذه السعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.